فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من استمنى عمدا في نهار رمضان؟ من استمنى عمدا فقد أفطر وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن خروج المني شهوة، والصائم ممنوع من الشهوة، فهذا يبطل صومه، لأن الله قال في الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والمني شهوة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهوة، فيكون مفطرا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لتعمده الفطر، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي فقط، وليس عليه الفدية المغلظة.